يسعدنا ينضم لنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. يسعد صباحك دكتور. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله معنا على شاشة الإخبارية دكتور. إحنا شفنا تغريدة لك على تويتر تتكلم عن إحدى الحالات المرضية لسيدة سعودية وقعت في فخ الإعلانات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي. خبرنا أكثر عن هذه الحالة بما أنها صارت الآن حديث المجتمع. أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على تسليط الضوء على مثل هذه الممارسات التي تدمر حقيقة المجتمع وتدمر صحة الناس وتعارض ما يسعى إليه ولاة الأمر من الحفاظ على صحة المجتمع. هذه السيدة مثلها مثل كثير من السيدات، لكنها هي الجريئة، هي الوحيدة التي تجرأت وتحدثت واعترفت أنه أنا تعاطيت هذه المادة وأريد أن يعني أفضح هذه الفئة التي تبيع هذه المواد المجهولة. السيدة اشترت مواد حسب ما يزعمون لتنظيف الأرحام أو تنظيف البطن وكذا وكذا أو علاج العقم، تباع عبر مناديب يتجولون مجهولية الهوية، وهي المادة أيضا مجهولة التركيب. حصل لهذه السيدة حكة شديدة في البداية، ثم تطور الأمر إلى أن البول أصبح لونه غامق جدا، ثم أصيبت بعياء ودوخة ودخلت المستشفى. قال لها الطبيب أن عندك مشكلة بالكبد، يعني بداية فشل كبدي ودمج الكبد أو تدمير للكبد، وتحتاج إلى عناية خاصة وتحتاج إلى رعاية. ما لا تزال حتى الآن في المستشفى منذ أسبوعين تقريبا، وتزال يعني العلاجات والأدوية. نتمنى لها الشفاء والعافية، ونتمنى من الأخوات والمجاهدات أن ما ينخدعون بهذه الإعلانات المجهولة لمواد مجهولة. الدولة لم تقصر، لدينا هيئة الغذاء والدواء، لدينا وزارة الصحة، وزارة التجارة تلاحق وتمنع مثل هذه الأشياء، لكن للأسف هناك من يتحايل على هذه الأنظمة. نعم. ويشتريها بالتوصيل المنزلي، يشتريها عبر مواقع مجهولة. صحيح. مراسلات خارجية أحيانا، وهذا هو الحقيقة الذي نتمنى أن يتم تثقيف الناس وتوعيتهم. نعم. ضد هذه الأشياء دكتور فهد. يعني في نقطة مهمة اليوم، من يصنع هذه المنتجات الضارة يعني ما يستهدفون جمهور معين، يقولك الأقل وعي، اليوم المثقفين الكل قد يعني يقع ضحية. ليش يلعبون على جانب مهم يعني بحاجة إنسانية؟ احنا اليوم نتكلم عن الأمل، والأمل في الصحة شيء يمكن لك أن تستغله بالنسبة للناس. أهمية هذه النقطة أنه اليوم ندركها، يعني اليوم المريض ربما يطرق أي باب، خصوصا إذا كانت معاناته كبيرة، وبالتالي هذا الباب قد يدخلك في إشكالية أكبر. نعم، هم يستهدفون حقيقة أنواع معينة من الأمراض التي قد تكون مستعصية أو متأخرة، علاجها صعب جدا أو يحتاج وقت طويل، فهم يريدون أن يختصروا هذا الشيء. الشيء الثاني أنه معظم هذه الأدوية نحن فحصناها في يعني مختبراتنا، هل الأعشاب إما أنها خلطات عشبية مجهولة ذات تركيز عالي من السمية، وبعض المواد حتى لو كانت طبيعية وكذا تعتبر سامة، لأنه لا بد من التقنين حسب وزن الجسم وحسب حاجة الجسم وحسب عمر الشخص وأيضا مرحلة المرض وكذا. شدتها تدمر الكبد وتدمر الكلى، شدة التركيز. نعم. المستشفيات ومراكز الأبحاث تضبط هذه النوعية من الأدوية بجرعات حين تصل إلى 5 ميليغرام، 2 ميليغرام، 1 ميليغرام بعض الأدوية، إلى 500 ميليغرام مثل الباراسيتامول والأشياء هذه الكبيرة، لكن الضبط حسب الوزن وحسب التحمل وحسب كذا. هؤلاء الذين يبيعون إما أنهم يخلطون أحيانا أدوية تباع بالصيدلية، يخلطونها مع الأعشاب بالعمد، وهذا اكتشفناه في مختبراتنا، يخلطون أحيانا الكورتيزون، يخلطون المسكنات، يخلطون أدوية التقوية الجنسية ويخلطونها مع عسل وأعشاب، ويقول لك هذا مقوي ويبيعونه بأضعاف أضعاف السعر. ليست هنا المشكلة السعر، المشكلة أن الجرعة قد تتجاوز تحمل الإنسان. في ناس ماتوا من هذه الأعشاب. نعم. في ناس عندهم فشل كلوي، فشل كبدي، وفي ناس يعانون معاناة يعني مرضى سرطان يراجعون مستشفياته وعلاجهم ماشي صح، يأخذ له من هذه الأعشاب وبالتالي نعم يعني ينتكس. صحيح. يستشري المرض، يتدمر الكبد والكلى، فيتوقف برنامج العلاج، لأنه لابد من ضبط الكبد والكلى ووظائف الجسم. نعم دكتور. نعم دكتور، اسمح لي ارحب باحدى المتضررات من الاعلانات المضلله في مواقع التواصل الاجتماعي، ام خالد، حابين تشاركنا قصتها على شاشه الاخباريه. حياك الله معنا ام خالد. اهلا ام خالد. هلا والله، مرحبا، اهلا وسهلا.
أم خالد، خبرينا كيف وقعتي في فخ هذه الإعلانات؟ والله حبيبتي عن طريق الإعلانات، السنابات والإنستغرام، وبالأكثر يعني كان سناب، كانت إعلاناتها مرة يعني قوية. طيب إيش استخدمتي؟ والله هي عندها أشياء متعددة يعني تخدع كل شيء للبشرة، يعني زي ما تقولين تقوم بمقام البوتوكس والفيلر، وعندك خلطات للتنحيف للعقم، عندها يعني كلها مواد عشبية على فكرة، للنحافة، للسمنة، يعني أشياء متعددة، حتى للأطفال أعوذ بالله من دخل أشياء. فصراحة انخدعنا فيها، بالرغم أني متعلمة وفاهمة، لكن زي ما تقولين قالت أنها مصرحة، هي قالتها مصرحة. أنا هذا السؤال أم خالد، وش اللي خلاك تطمئنين وتروحين تستخدمين هذه العلاجات؟ يعني أنت أكيد أنك بعد ما انخدعتي بديت تفكرين أنه في نقطة استغلوها فيك وربما يستغلونها في الآخرين. صحيح. وش هي أم خالد؟ النقطة المستقلة أو اللي خلاني أنا أنجرف وراها، وأنا ترى عمري ما أخذت، ودائم أنصح واعية ووعي ناس، لكن للأسف انخدعت بسبب أولاً انها قالت مصرحة وحطت باركود على بعض المنتجات حقتها، هي حطت باركود، وغير كذا انها في ردو، يعني زي ما تقول تعرض تجارب ناس مرة يعني تخليك تنشد انك تسوي. خلاص هذه فلانة حملت بعد يعني فترة طويلة، فلانة نحبت وصارت ما ادري كيف، وكلهم كانوا يرسلوا لها انا اشكرك انا وصلت لك كذا، وتنزل تجارب الناس. طيب هذه التجارب اللي ما يعرفون الناس، بما انك ذكرتيها، اللي يعني تصور كذا رسائل جايتها، هي ترى ترسل لنفسها من جوالها الثاني، فهذه خدعه يستخدمونها علشان يوقعونكم فيها، عشان يلعبون على الجانب النفسي، علشان يخليكم انتم تستخدمون هذه المنتجات بشكل مطمئن، والله يشوفوا الناس، وهي اللي ترسل لنفسها الرسائل هذه. بس والله كانت بكميات كبيره الرسائل، ومن فلان ومن فلان ومن هنا ومن قرى، ومن يعني يعني زي ما تقولين تنخدعين. وأنا اللي خلاني أخذها لما قالت مصرحة، وفعلا طلعت الباركود حقها وفي حسابها بالإنستغرام، والحريم اللي اتصلوا عليها قالوا الحمد لله طمننا في عن طريق هذا تطبيق طمني. طيب أم خالد، وشلون تواصلتي معها؟ رقم جوال وشلون حاسبتيها برضو خذت منك القيمة؟ وذكرينا كيف استخدمت المنتج وأيضا انعكاساته، أعطينا هالتجربة وهالمراحل. أبشر. بالنسبة لكيف توصلت لها، كانت تنزل بسنابها أرقام المندوبات تبعها، طبعاً لكل منطقة لها مندوبة، لكل مكان، لكل حي، ما هو بس منطقة، كل حي لها مندوبة. فأنا أخذت طبعاً الرقم المندوبة الخاصة بالحي عندي، وتواصلت فيها وقالت لي خلاص أوصل لك المنتج، أعطتني يعني وقت معين ووصلت لي طلبت الفلوس انها تكون كاش، واصرت انها تكون كاش، بس انا ما كان عندي، قلت لها ما اقدر، كان المندوب عند الباب وانا ما اقدر، قالت لي خلاص خذي رقم المؤسسه وحولي عليها، فكانت تعطيني رقم مؤسسه. نعم. قلت لها انا ما اتعامل بالكاش وكذا، فكانت تعطيني رقم مؤسسه، اعطتني رقم المؤسسه وحولت عليه، وبديت استخدم العشبه. هي تقول لك الاعشاب هذه استخدميها اذا بغيتي نتيجه فعاله، استخدمها دبل الملاعق إلى 3 إلى 4 في اليوم. أي بس أنا ما كنت متقبلتها مرة، فكنت أخذها مرة في اليوم، هذا من يعني رحمة ربي فيه صراحة. وش صار لك أم خالد؟ وش الانعكاسات اللي جتك من هذا المنتج؟ والله أنا استخدمتها مدة 2 أسبوع، من بداية الأسبوع الثاني بديت أحس بوهن تعب، يعني أنا كنت نشيطة، وكنت والله عمري ما دخلت مستشفى، وعمري ما أخذت علاج، عمري ما أخذت حتى البنادول ما أخذه. أتمنى لك الصحة. الله يسمع منك. حسيت نعم تفضلي. بالوهن، وحسيت بحكة جات في جسمي مرة، يعني في أطراف يعني في الكفين، في القدمين، في الجسم بدأت تنتشر، بعدين بدأ يجيني زي الإغماء كذا، فتور، والله يكرمكم استفراغ. رحت المستشفى، لما فحصوني قالوا عندك إنزيمات الكبد مرة مرتفعة، فكانوا شاكين إني أنا مريضة وباء كبدي لعلمك، وكانوا شاكين في المستشفى اني انا اتعاطى ادويه للكبد، وانا حقيقه انا عمري ما اخذت. فلما قلت لهم لا انا ما اخذت ادويه ولا عندي مرض كبد ولا عمري عانيت ولا دخلت مستشفى في حياتي الا للولادات وكذا، نعم، ف
فبدأوا يركزون في هذا، قالوا لي مرة الإنزيمات مرتفعة، وأنا متضررة صراحة ولا زلت في يعني تحت العلاج. السلام عليك وأنا أخوك، ما تشوف إن شاء الله. إن شاء الله نشكر لك مشاركتنا هالتجربة، وهذه شجاعة منك ليستفيد غيرك أنه والله ما ينخدع بهالمنتجات اللي تستهدف الجميع طبعا استغلالا لصحتهم ومالهم. أكيد طبعا، شكرا لك أم خالد، أتمنى لك الصحة والسلامة يا رب. عودة لك دكتور، زي ما سمعت أنه هذه مين مؤسسة ولا هي مندوبات، هذه نقدر نقول عنهم أنهم عصابات متاجرة بالبشر، يعني ما عندهم أدنى مسؤولية للضمير والإحساس بالذنب حتى. دكتور، ليش أغلب اللي يقعون في هذا الفخ هم من السيدات؟ والله شوف، أنا أولا أشكر أم خالد لشجاعتها، ثانيا أنا أم خالد تواصلت معي، بلغت 5 جهات حتى الآن لم يستجب معها أحد، كل جهة تقول هذا ليس من اختصاصنا، بلغت هيئة الدواء والغذاء قالوا هذا ليس من اختصاصنا، وزارة التجارة قالوا ليس من اختصاصنا، البلدية وأمانة مدينة الرياض قالوا ليس من اختصاصنا. أنا ما أدري اختصاص من، أن العصابات المجرمين هؤلاء الذين يبيعون أدوية وأعشاب ضارة وسامة متروكين يعني سبهللة، يوعدون بعض الزبائن، أن اتصلت بوحدة أخرى تقول وعدوني في سوق النسيم، سوق حجاب بالمحل الفلاني كانوا بيع مخدرات، ولا يزالون، وعندي أرقام وعندي وسائل التواصل، إذا في جهة رسمية أنا مستعد أتعاون معهم، أعطيهم الأرقام وأعطيهم كل نعم ما تقصر يا دكتور، تفضل على العجالة دكتور، وقت داهمنا. ثانيا حكاية باركود، ترى كلهم كذابين، يعطيك تصريح دكتان هيئة الغذاء والدواء، تعطيه تصريح يبيع زيت زيتون مثلا وأجبان أو كذا، فيعطيهم الباركود حق الأجبان والزيت الزيتون، بس ما يعطيهم باركود هذه المخلطات الإجرامية القاتلة السامة. نهاية الحديث، لا تعالج إلا عند طبيبك، وأكيد يا دكتور أنه نحتاج أيضا تشديد الرقابة كما ذكرت الجهات المسؤولة. طبعا إذا كان على حديث أم خالد أنهم مندوبين في كل حي، مشكلة هذه كبيرة. شكرا جزيلا لك، وبإذن الله نتحل هذه الإشكالية المتاجرة بصحة الناس من قبل هذه العصابات في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، وأنت رئيس وحدة المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. يعطيك العافية دكتور. شكرا لكم، أهلا وسهلا.